بيكم أصدقائي الأعزاء. معنا النهاردة صديقة جميلة من سعود أرض. صديقتنا الجميلة رغم بدرها على السقايا وعلى عكاز من المعدن بإرادة قوية بتتحدى صديقتنا الجميلة الإعاقة تخرج إلى أحد المتاجر الكبيرة لشراء بعض مستلزماتها. ثقتها بنفسها وإيمانها بقدراتها الخاصة كان أكبر دافع ليها تتحدى الإعاقة وتخطي كل صعب رغم كل الإعاقات اللي بتواجهها. بكل شجاعة وإصرار بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها، حياة سعيدة رغم آلامها ومعاناتها. قوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تحويل الإعاقة لطاقة واليأس للأمل والفشل لنجاح. صديقتنا الجميلة رمز الجميل للمرأة القوية صاحبة الإرادة. أتمنى لها النجاح والتوفيق.